شوفوا نبيها عم تحكي عن مين؟ عن الدكتور علي ابراهيم بزي. الدكتور علي ابراهيم بزي مواليد بنت جبيل عام 1951، متزوج من السيدة اسمهان كنجراوي ولهما ولدان وسيم وفيصل. تلقى علومه الابتدائية في بلدته، انتقل بعدها إلى مدرسة البر والإحسان حيث نال شهادته الثانوية. التحق بالجامعة اللبنانية بكلية العلوم لينتقل بعدها إلى جامعة دمشق إثر حصوله على منحة التخصص بطب الأسنان، وبقي هناك حتى تخرجه. مارس مهنة طب الأسنان في بيروت من عام 1977 لغاية 1987. حملته ظروف بلاده الأمنية إلى أستراليا، حيث بدأ بدراسة الإنجليزية بغيات معادلة شهادته، فكان الوحيد من بين 25 طبيبا يحصل على المعادلة. ترأس الدكتور علي إبراهيم بزي بشكل متقطع جمعية بنت جبيل الخيرية، ترأس مجلس الجالية اللبنانية في أستراليا، عضو باتحاد جمعيات سان جورج سيدني، عضو مؤسس في هيئة الصداقة الإسلامية المسيحية، حاصل على جائزة شرب البعيني عن حقل الطب. والآن الدكتور علي إبراهيم بزي يمارس مهنة طب الأسنان، وتستطيعون الاتصال به في سيدني أستراليا. تجدون رقم تليفونه في شوفوا نبيها عم تحكي عن مين؟ عن الدكتور علي إبراهيم بزي. الدكتور علي إبراهيم بزي مواليد بنت جبيل عام 1951، متزوج من السيدة اسمهان كنجراوي ولهما ولدان وسيم وفيصل. تلقى علومه الابتدائية في بلدته، انتقل بعدها إلى مدرسة البر والإحسان حيث نال شهادته الثانوية. التحق بالجامعة اللبنانية بكلية العلوم لينتقل بعدها إلى جامعة دمشق إثر حصوله على منحة التخصص بطب الأسنان، وبقي هناك حتى تخرجه. مارس مهنة طب الأسنان في بيروت من عام 1977 لغاية 1987. حملته ظروف بلاده الأمنية إلى أستراليا، حيث بدأ بدراسة الإنجليزية بغيات معادلة شهادته، فكان الوحيد من بين 25 طبيبا يحصل على المعادلة. ترأس الدكتور علي إبراهيم بزي بشكل متقطع جمعية بنت جبيل الخيرية، ترأس مجلس الجالية اللبنانية في أستراليا، عضو باتحاد جمعيات سان جورج سيدني، عضو مؤسس في هيئة الصداقة الإسلامية المسيحية، حاصل على جائزة شرب البعيني عن حقل الطب. والآن الدكتور علي إبراهيم بزي يمارس مهنة طب الأسنان، وتستطيعون الاتصال به في سيدني أستراليا. تجدون رقم تليفونه في